بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطلبات الذين اجتازوا باك 2022، نقدم لكم تصحيح امتحان الرياضيات لشعبة الرياضيات الموضوع الثاني التمرين الثالث. إذا تبعوا مليح، قرأوا النص إن شاء الله. UN و VN المتتاليتان العدديتان المعرفتان على N ب U صفر يساوي صفر، UN زائد واحد يساوي نقص واحد على ثلاثة، UN مربع زائد اثنين على ثلاثة، UN زائد اثنين على ثلاثة، و VN يساوي UN نقص واحد. أولا بين أن من أجل كل عدد طبيعي N، VN زائد واحد يساوي نقص واحد ثلث لـ VN مربع. ثانيا برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي N، VN محصور ما بين نقص 3 وصفر. ثالثا أدرس اتجاه تغير المتتالية VN ثم استنتج أن VN متقاربة. رابعا VWN المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي N، VN يساوي LN يعني اللوغاريتم نقص 3 على VN. ألف بيّن أن WN متتالية هندسية أساسها 2 يطلب حساب حدها الأول W0. با اكتب WN بدلة N ثم استنتج VN و UN بدلة N واحسب ليميت ل UN لما N يؤول إلى زائد ما لا هي. خامسا احسب بدلة N الجدا VN حيث PN يساوي 1 على V صفر مضروب في واحد على V واحد حتى مضروب في واحد على VN. تابعوا مليح. إذا كما راكم تشاهدوا، إذا VN نحوسوا القيمة تاع VN. أولا بين أن من أجل كل عدد طبيعي N، VN زائد واحد هو نقص على واحد نقص واحد على ثلاثة VN مربع. إذا نبداو VN وشني هي؟ هي UN زائد واحد نقص واحد، معنى هذه العبارة هذه اللي موجودة في النص نقص واحد. لهنا عندنا زائد واحد اثنين على ثلاثة نقص واحد هو نقص واحد على ثلاثة. نعتبر نقص واحد على ثلاثة كعامل مشترك. واش يمدلنا؟ يمدلنا هذه UN مربع نقص 2 UN زائد واحد هي من طراز UN نقص واحد مربع، علاقة يعني مشهورة معروفة. إذن VN هي نقص واحد على ثلاثة UN نقص واحد مربع، معناه أن UN ناقص واحد هي VN دونك مربع. إذا VN زائد واحد يساوي نقص واحد على ثلاثة VN مربع. ثانيا برهن بالتراجع هذه الخاصية VN محصور ما بين نقص ثلاثة وصفر. من أجل N يساوي صفر عندنا V صفر يساوي E صفر ناقص واحد. وشني هي نقص واحد معناه سالبة. إذا VN صفر. نبرهن نفرض أن هذه الخاصية هذه VN محصورة ما بين نقص 3 وصفر من أجل أن يعني صحيحة، أن هذه الخاصية صحيحة من أجل أن أكبر من أن صفر من القيمة تاع صفر. ونبرهن أن VN زائد واحد أقل أكبر من نقص 2 وأقل من صفر يعني سالبة من أجل أن زائد واحد. إذا ننطلق من VN، نفرض هذا فرض، ومن بعد لهنا VN مربع، لهنا واش مدلنا؟ أقل من تسعة وأكبر من صفر، خاطركش رانا لهنا مربع. إذا دخلنا عليه الناقص لهنا
دخلنا عليه ناقص واحد على ثلاثة وناقص على ثلاثة. واش يمدلنا؟ يمدلنا لهنا ناقص تسعة على ثلاثة يسمى تولي ناقص ثلاثة، ولكن كما راكم تشاهدوا لهنا الإشارة تتبدل. إذا توصلنا إلى Vn زائد واحد مصور ما بين ناقص ثلاثة وصفر، ومنه أن الخاصية هذه الخاصية هذه Vn زائد واحد محصورة ما بين ناقص ثلاثة وصفر صحيحة من أجل n زائد واحد، وبالتالي أن هذه الخاصية هذه Vn ناقص محصورة ما بين ناقص ثلاثة وصفر صحيحة من أجل كل عدد n ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. ثالثا، أدرس اتجاه تغير المتتالية Vn ثم استنتج أن Vn متقاربة. إذا ندرس الفرق هذا ما بين Vn زائد واحد ناقص Vn، نعوض نتوصل إلى النتيجة هذه. واش نلاحظوا؟ نعرفوا باللي هذا واحد على ثلاثة في مربع هي أقل من تسعة وموجب، أقل من تسعة موجب. موجب هنا يعني ثلاثة ماشي. إذا موجب لهنا هذه، إذا واحد على اثنين في ان مربع زائد واحد موجبة، وناقص في ان هي موجب لأن في ان هي سالبة، وندخلوا عليها لهنا إشارة سالب تولي موجبة، ومنه أن الفرق هذا موجب. المتتالية متزايدة تماما على ان، بما ان المتتالية فيان متزايدة تماما ومحدودة من الاعلى بالعدد صفر فهي متقاربة، متقاربة. رابعا، رابعا واش يقول؟ دبل في ان المتتالية معرفة من اجل كل عدد طبيعي ان، دبل في ان يساوي ال ان لوغاريتم ناقص ثلاثة على فين. بين ان الدبل متتالية هندسة اسوس اثنين يطلب حساب حدها الاول في دبل في صفر. اذا ننطق منها نكتب من اجل ان زائد واحد، هاي تمدنا هذه، نعوض في ان زائد واحد نعرفها لقيناها في البداية هذه القيمة تاعها. واش لاحظوا لهنا؟ لاحظوا باللي لهنا ناقص ثلاثة مربع، وتشوفوا معناه أن Ln ناقص ثلاثة على Vn مربع، أي اثنين مضروب في Ln ناقص ثلاثة على Vn، ونعرفوا بلي Ln ناقص ثلاثة على Vn هي Wn. إذا Wn زائد واحد هي اثنين Wn، معناه أن المتتالية Wn هندسية وأساسها اثنين، هاي لهنا اثنين، والحد هو الأول هو وشنه دبل في صفر هي ال ان ناقص ثلاثة على في صفر، و في صفر هي او صفر ناقص واحد، لهنا صفر ناقص واحد معناها ناقص في ناقص زائد، يعني ال ان ثلاثة، دبل في صفر هي ال ان ثلاثة. رابعا، ربع ألف هنا، ربع ألف هنا، ربع ب
باء اكتب دي ان بدالة ان لهنا. إذن دبل في ان هي الان الان ثلاثة مضروب في اثنين ان، هذه هي. VN راكم تشوفوا لهنا VN هي دونك نستخرجوا هذا VN هي ناقص 3 على أسيا دبل VN. دبل VN نعرفوا القيمة تاعها هنا VN، إذا هذه VN هي ناقص 3 على أسيا لوغاريتم 3 مضروب في 2 أس N. كيف نستخرجوا N؟ N هي VN زائد 1 على حسب المعطيات. UN إذن هي ناقص 3 على أسيا لوغاريتم 3 مضروب في 2 أسيا N زائد 2 زائد 1. لا ليميت هي لا ليميت لهذه العبارة كاملة. نعرفوا لهنا هذه المقام هذا إذا لما N يؤول زائد من نهاية هذه تؤول إلى زائد من نهاية. ناقص 3 على زائد من نهاية هي صفر، يبقى لنا 1. إذن لا ليميت لي ان لما اكس لما ان يؤول زائد من هي 1. خامسا بي ان، نحسب بي ان هي كما تشوفون هنا نعوضها على حسب المعطيات تاعنا، نعوضها على حسب واش لقينا سابقا. راكم تشوفون هنا في ان هي قلنا ناقص 3 على أسيا دوبل في ان، معناه 1 على في ان هي الفرق، معناه 1 على 3 ناقص 1 على 3 أسيا دوبل في ان. هاي لهنا ضرب لهنا لهنا، واش لاحظوا قداش المرة كاينة ناقص 3 كاين قداش المرة، يعني ان زايد 1 ان زايد 1. ان زائد 1 الصفر حتى الان ان زائد 1. اذا هي ناقص 1 على 3 ان زائد 1 اسيا شني اسيا دبل في صفر زائد دبل في 1 زائد دبل في ان. دبل في ان نعرفوها هاي لهنا، الان 3 ضرب في هلا نعوضوها دبل في صفر هاي لهنا، الان 3 2 اسيا صفر بعد الان 3 2 اسيا 1 الى اخره الان 3 2 اسيا ان. عندك لهنا العالم المشترك هو الان 3، وبعد يبقى لنا 2 0 زائد 2 1 2 2 الى اخره حتى 2 اس ان. هذه متتاليه متتاليه هندسيه اساسها 2 لهنا معروفه، وهذه هذه المجموعه نتاعها. المجموعه تاعنا هو 2 اس 0 هو 1 1 ناقص 2 ان زائد 1 لان فيها قداش المره لهنا ان زائد 1 1 ناقص 2 معناه لهنا ناقص 1 في المقام ولهنا نقلبوها تولي 2 ان زائد 1 ناقص 1 لان في المقام عندنا ناقص 1 اذا نقلبو به لهنا. واش يمدلنا في النهايه بي ان هي ناقص 1 على 3 ان زائد 1 كأس بعد الأسية لـ ان 3 لوغاريتم 3 مضروب في 2 أس ان زائد 1 ناقص 1. وانتهى انتهينا هذا التصحيح، والسلام عليكم ورحمة الله.